اتكلمنا على قطاع الناشئين، مش هنلاقي احسن من احد نجوم النادي الاهلي اللي بيتابع القطاع ده من فتره، كابتن اسامه حسني. مساء الجمال. تحياتي لك يا كابتن ايمن، بمس عليكم وعلى ضيوفك الكرام، كابتن علاء ميهوب والكابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، الكابتن احمد بلال. الحمد لله على السلامه يا اسامه. الحمد لله على السلامه يا كابتن اسامه، ازيك عامل ايه؟ سلامك كابتن علاء، قاعد مستمتع بيك والله حبيبي يا اسامه. ايه الاخبار دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله، قدامنا كده ان شاء الله 3 ايام ونرجع يا رب على خير ان شاء الله. بالسلامه ان شاء الله. سلامتك يا اسامه، الف سلامه. كلمنا بقى عن ماتش النهارده، وكلمني قبل ما تكلمني على ماتش النهارده، ايه رايك في قطاع الناشئين؟ يعني الحمد لله احنا قطاع الناشئين متابعينه بقالنا دلوقتي، وبنشكر قناه الاهلي اللي عامله برنامج ومساحه كبيره لبرنامج الاشبال في قناه الاهلي علشان نتابع اشبالنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. لكن طبعا في البدايه احنا بنشكر الكابتن محمود الخطيب والقائمين في لجنه التخطيط اللي كان ليهم اهداف من الاول، بالرغم انك بتشتري في الدرجه الاولى وبتشتري محترفين وبتشتري بارقام، لكن الكابتن محمود الخطيب كان حريص على الاهتمام الكبير من اول يوم بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وده واضح خلال السنين اللي فاتت. شفنا في متابعه مستمره من الكابتن محمود الخطيب بنفسه، زياراته المستمره للقطاع بنفسه، شفنا التطوير الكبير جدا، تطوير على المستوى تحت البنيه التحتيه، شفنا ما شاء الله ملاعب على اعلى مستوى، شفنا غرف ملابس، كل الامور دي بتهيئ الجو انك تقدر تطلع ناشئ جيد للنادي الاهلي، ناشئ يقدر يكون شخصيه النادي الاهلي. طبعا التطور كمان مش تطور بنيه تحتيه بس، لا ده تطور على المستوى الاداري، شفنا الكابتن خالد بيبو اللي عامل ما شاء الله شغل اكثر من رائع، شفنا النادي الاهلي بيتعاقد مع مدير فني اجنبي علشان ازاي يقدر يحط سياسه عامه وتطور فني للمدربين وايضا للاعبين، مستر بروكيتش اللي عامل برضه شغل اكثر من هايل يعني قطاع النشيد. فالتطور ده كابتن ايمن جاي من 3 4 سنين فاتوا، ورؤيه صحيح يعني من الكابتن محمود الخطيب واهتمام كبير. مظبوط. الحاجه الثانيه، وانت بتشتري للدرجه الاولى لعيبه مميزه عشان تحطها، انت برضو عينك على قطاع الناشئين، تبدا تنتقي لعيبه مميزه تبدا تحطها وهي صغيره، لعيبه تكون مستقبل. فده التطور الكبير اللي تم خلال السنين اللي فاتت. برضو نفس الكلام، انت مهتم بجانب التغذيه، بالنواحي النفسيه، كل دي امور يعني داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، علشان اللي احنا بنشوفه النهارده ده ما جاش بالصدفه، لا صحيح. ده جه نتيجه عمل، نتيجه 4 سنين. شفنا النهارده ما شاء الله الشباب حاجه اكثر من رائعه، وكل الناس بتشيد بيهم. برضو احنا بنحيي قناه الاهلي اللي ادتنا مساحه علشان نذيع المباريات على الهواء مباشره. اذاعه المباراه بتدي للاعيب النهارده، تخيل لو ولد النهارده زي محمد مغربي اول مره يلعب قدام الاعلام ممكن يكون عنده الرهبه، لا لكن النهارده عاشها مره واثنين وعشر مرات لما ذيعنا المباريات على قناه الاهلي علشان الرهبه دي تبدا تروح من عنده. صحيح. عشان كده احنا برضو بنشكر قناه الاهلي اللي ادت مساحه لبرنامج الاشبال، وايضا مساحه كبيره لاذاعه المباريات اللي كان ليها الاثر النهارده. مين لفت نظرك في الماتشين يا كابتن اسامه؟ كل اللعيبه صراحه، النهارده مصطفى شوبير ما شاء الله هايل شخصيه الاهلي، محمد مغربي، محمد نصير، عبد الرحمن مانو، احمد، محمد اشرف، احمد سيد عبد النبي، احمد اشرف، احمد سيد غريب، زياد طارق، محمد فخري، يعني مش عايز انسى حد يعني. ايوه قلت اللعيبه كلها لعيبه هايله. خلي بالك انا برضو وانا على الهواء دلوقتي في لعيب في 2003 اسمه ميدو نبيل. ايوه ميدو نبيل، اتمنى، ومع ميدو اسامه برضو فرقه 2003. ايوه اثنين لعيبه هايلين جدا، اتمنى مستر موسيماني يحط عينه عليهم علشان الفتره اللي جايه، ميدو نبيل وميدو اسامه، اثنين لعيبه هايلين يعني. ان شاء الله اتمنى ياخدوا فرصه برضو، بنبارك للعيبه النهارده، ودي بنقول لهم دي بدايه باذن الله. مشوار طويل، محتاجين نشتغل اكتر علشان ان شاء الله تثبتوا دايما ان النادي الاهلي قطاع الناشئين دايما على مر التاريخ ولاد يعني باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا. عايزين نشيد بالبرنامج بتاعك يا اسامه كمان. ربنا يخليك يا كابتن علاء. اه والله العظيم. شكرا جزيلا يا كابتن اسامه، وفي انتظارك ان شاء الله باذن الله. طيب